باب فضل السماحة في البيع والشراء. السماحة سهولة، يعني في ناس تذهب تشتري مثلا شيئا تدقق تدقيقا شديدا، يضيع ساعة من الوقت كي ينزل له جنيه في السعر أو 2 جنيه في السعر. الأمر أيسر من هذا، أنت ممكن تأخذ السمك تشويه، تأتي قطة تأكل 3 سمكات منك، صح أنت مأجور أنك أطعمتها، لكن أنت ما أطعمتها باختيارك، سرقتها منك. فلا تضيع وقتك في أشياء، السماحة مطلوبة، السماحة مطلوبة، والتدقيق الزائد يعني السمح يرحمه الله، سمح يرحمه الله، كما سيأتي في الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أو كما تقدم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وأنت تبيع كن سهل شوي، ما المانع أن تترك الذي أمامك يكسب شوي، لكن تنشف عليه تماما، بحيث يا أخو يريد يشتري كي يربح، أنت تريد تقطع عليه كل سبل الربح، أعطيه يربح، في مشكلة. قال: فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنذار الموسر المعسرة والوضع عنه.